مرة جديدة تحية لكل المشاهدين ومتابعي شاشة التلفزيون الأردني شاشتنا الأولى، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من يوم جديد. فقراتنا لسه مستمرة معكم. الأمل هو عنوان مخيم، هالمخيم رح تبلش فعالياته ابتداء من 11 الشهر 11/7 إلى 14/7، وهو خاص بأطفال السكري تحت المسمى الأمل، عشان دائما احنا نفكر انه الأمل دائما موجود بكافة مجالات الحياة. مخيم الأمل وهو مخيم السادس محليا والثاني عربيا، يعني الثاني بمشاركة وفود عربية من مختلف بلدان مختلفة، رح يكون بالأردن أكيد وبوجود ومشاركة أطفال من الأردن وكافة الوطن العربي اللي بيعانوا من مرض السكري. هالمخيم رح يحتوي العديد من النشاطات التثقيفية الخاصة بمرض السكري أو النشاطات المتعددة الترفيهية اللي ممكن إنها تساهم وتساعد بعلاج الأطفال نفسيا وعلاجهم أيضا من المرض بوجود أخصائيين أو حول هذا الموضوع. طبعا رح نحكي أكثر على موضوع المخيم، رح نحكي أكثر عن فعالياته والمشاركين فيه، وعن أكيد ماذا يضيف هذا المخيم للأطفال المصابين بمرض السكري، مع كل من الأستاذة وصال الغويين مديرة تنفيذية للجمعية الأردنية للعناية بالسكري، وأيضا الأستاذة منال الأدهى وهي رئيسة لجنة نادي أطفال السكري وأيضا مديرة المخيم. مخيم الأمل، بدي أقول صباح الأمل لكم. صباح النور. أهلا، يسعد صباحك. رح نبلش إذا بتسمحي لي مع وصال، كونها بس قاعدة أول وحدة رح نبلش معها الحديث حول مخيم الأمل. هالمخيم هو السادس محليا بدورة السادسة سنويا عن مقام، والثانية عربيا بمشاركة وفود عربية. قديش إقامة مثل هيك مخيمات، بدناش نحكي عن قديه وصلت نسبة الأطفال المصابين بمرض السكري، يمكن محتاجة أطباء يحكوا النسبة اللي وصلت إلها، هي نسبة كبيرة حسب اطلاعي أنا مبارح على الموضوع والعلاجات. لا بدنا نحكي عن الموضوع، بدنا نحكي خلينا عن المخيم بالتحديد، لأنه العلاج النفسي ممكن يكون أهم بكثير من العلاج الأدوية أو الجسدي. خلينا نحكي عن أهمية وجود هيك مخيم الأطفال السكري. صحيح، يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدينك. هلا مخيم الأمل الأردني، احنا شعارنا الأساسي مخيم الأمل الأردني، وهو السادس محليا زي ما حكيتي وعربيا ثانيا. نعم. فكرة المخيم انه احنا عندنا أطفال عم يشاركوا وعم ينتسبوا للجمعية. نعم. بنلاحظ انهم بحاجة انه بيكون في فترة معينة من الزمن انه نركز عليهم من تدريب تثقيف تأهيل لحتى يكونوا قاديين قياديين ومدر قادة في التثقيف السكري. نعم. بالسيطرة المطلع على مرض السكري. نعم. فمن خلال الورشات اللي رحنا اللي عملناها سابقا في الجمعية اكتشفنا انه وجود مخيم بيضمهم بيحتويهم بعيدين عن اهاليهم نوعا ما، مستقلين قادرين ياخذوا قرارهم نفسهم بناء تحت اشراف طبي ومؤهلين اخصائيين وتمريضيين. فحكينا ففكرة المخيم اجت من هون انه نعم. لازم نخليهم شوي بعيد عن الاهل، ما نكون معتمدين على اهلهم باعتماد كليا، ندرب نعلم نثقف نغير بيهيفير ونغير نعم. سلوكيات. فبلشت أول انطلاقة للمخيم عام 2009، فكان نعم. جميل. من هذا الهدف سميناه أمل لحتى يكون عندهم دافع وحافز إنه إحنا لا إحنا صحيين قادرين وأشخاص إن أثرنا وإن وجودنا في المجتمع. نعم. نعم. رح كي نحكي عن دور الجمعية، ولكن اسمحي لي أوجه حديثي لأستاذة منال. أستاذة منال، كون حضرتك أيضا مديرة للمخيم، نشاطات وفعاليات فعاليات ونشاطات بيقام، معلش رح أرجع لوصال لا يعدلوا لك الميكروفون بعد إذنك أستاذة، خلينا نرجع لوصال بس ورح أرجع لك على طول. أستاذة وصال، الجمعية الأردنية لمرضى السكري، بنحكي عن الأطفال، دور الجمعية بالمساهمة أكيد يعني معالجة هالأطفال من خلال النشاطات والمخيمات ومن خلال تثقيفهم بشكل عام، خبرينا عنها أكثر. هلا احنا الجمعية الأردنية للعناية بالسكري هي جمعية خيرية تطوعية ولها رقم وطني ومنتمية لوزارة التنمية الاجتماعية. نعم. هدفها الأساسي بتشتغل بكل إمكانياتها البسيطة والدعم اللي حواليها إنها تحقق أهدافها وتحقق رؤيتها ورسالتها عن طريق توظيف نعم. أهدافها اللي هو إنشاء جيل ومجتمع مؤهل مثقف قادر. نعم. لأنه مرض السكري هي معاناة حياة. نعم. ما كان في شخص قادر على انه يسيطر على هاي الامور بيقدر بتصير في معاناه كبيره. نعم. لإله لاهله وللمجتمع. نعم. نعم. فتاهيلهم تدريبهم تثقيفهم هو اللي بيساهم وبيرفع مجتمعه وبيرفع نفسه هو. نعم. فكثير اهداف كثير لجان عندنا داخل الجمعيه بنعملها، لجنه علميه ولجنه تثقيفيه ولجنه نادي اطفال السكري اللي بنطلق منها المخيم. نعم. اللي نعم. فيها هلا بنرجع عليك استاذه منال، خلينا نحكي عن دور المخيم والانشطه بوجود اخصائيين في انشطه وفعاليات ترفيهيه اكيد بالمخيم، خبرينا اكثر
استاذ شو بيعمل الطفل بالمخيم؟ شو بيستفيد؟ شو بيشارك؟ هلا زي ما انت حضرتك حكيتي انه المرض السكري صار مرض مزمن. نعم. هلا 90% من قدره مريض السكري على السيطرة على مرضه ومنع المضاعفات تعتمد على المريض نفسه على مدى ثقافته بمرضه. نعم. سواء كان كبير أو كان صغير. هلأ إحنا طول العام وإحنا بنعمل نشاطات ترفيهية تثقيفية لمرضى السكري. هلأ المخيم راح يكون يمكن خبرة تختلف. نعم. المخيم راح يكون عبارة عن سمري وتطبيق. نعم. ل هاي النشاطات اللي احنا عملناها طول السنة هاي والسنين السابقة، انه الطفل يمارس حياته بشكل طبيعي بعيد عن اهله. نعم. وبعيد عن مراقبة اهله. نعم. هيك انت بتعطيه ثقة بنفسه. نعم. اوكي، وبنفس الوقت بكون تحت اشراف طبي وتحت اشراف من جميع افراد المخيم. نعم. هل في استاذ هذا الطفل لما يكون قادر انه هو يمارس حياته العمليه؟ نعم. على ارض الواقع. نعم. احنا عندنا محاضرات حتكون فورمال رسميه. نعم. يعني رسميه مبرمجه. وعندنا الاشياء الاندايركت او تعلم الطفل بطريقه غير مباشره. نعم. يعني الطفل هذا راح يلعب رياضه، راح يعرف الطريقه اوكي انه بده ينفحص له السكر، ايش بده يعمل، اذا بده ياخذ وجبه مساعده. نعم. او ما بده ياخذ. نعم. ايش نوع الوجبه، قديش السكر عنده، يعني كل شيء راح يكون على طريق الواقع. يعني انت بتعلمي الطفل، لانه الاطفال زي ما حضرتك بتعرفي ما بحبوا الاشياء الرسميه. صحيح. هو عم بيتعامل وعم بتعلم بطريقه تفاعليه. نعم. بالحياه اليوميه. نعم. زائد انه خبرات الاطفال التانيين اللي معاه. نعم. يعني هو بتعلم عن طريق الملاحظه، عن طريق التعليم، عن طريق الخبرات مع الأطفال اللي معاه، فهاي بتكون خبرة كتير يونيك بالنسبة للأطفال. نعم. ومميزة. هذا السؤال بدي أسألك، يا هل هناك تدريبات خاصة إنه كيف يقدروا يعيشوا حياتهم أو لايف ستايل تبعهم بطريقة بعيد عن اهلهم، كيف ياكلوا، كيف يشربوا، نوعيه الاكل؟ هلا بالنسبه للمخيم مثلا. نعم. صح، بالنسبه للمخيم من رئيس الجمعيه. نعم. لرئيس المخيم للطاقم اللي بيشتغل. نعم. معنا كلهم التمريض، اقل درجه بكالوريوس تمريض. نعم. عندنا مثقفين مرضى سكري اللي معاهم ماجستير تثقيف سكري، عندنا اخصائيين تغذيه وعندنا اخصائيين رياضه. نعم. يعني الطفل بايدي امنه، راح يتعلم كل شيء على ارض الواقع. نعم. تمام. نعم. هلا اخصائيه التغذيه واجبها انها طبعا الطبيب المشرف أخصائية التغذية مدير المخيم بكونوا عارفين ملفات الأطفال. نعم. ملفات الأطفال هي كلها مراجعة، وعارفين كل طفل حالته بالضبط. حالته. نعم. بالضبط. الإنسولين. نعم. اللي بياخده، نوع الأكل اللي لازم ياخده. نعم. عفوا، في عندنا مراجعات لا اذا كان في عنده مثلا هبوطات متكرره او ارتفاعات متكرره. نعم. قبل المخيم عشان نقدر نتفادى هذا كل شيء بالمخيم. جميل جميل. طيب هلا طبعا باب التسجيل من قلنا 11 ل 14 للي حابين اكيد يشاركوا، الاهالي اللي حابين انه اطفالهم يشاركوا بيقدر يفوتوا في صفحه خاصه للمخيم. صحيح. في صفحه ايضا للجمعيه على الفيسبوك. طب اللي حابين يعرفوا معلومات اكثر من خلال الصفحات اكيد مهم جدا انه الطفل يعتمد على حاله. يمكن الخوف بيقل، يعني يمكن بدي اوجه هذا السؤال لاستاذه وصال كونها بالجمعيه، يمكن الطفل اذا اعتمد على نفسه بخف خوفه من الموضوع لما يكون في حدا مراقبه، في حدا عم بيعطيه ادويته، في حدا بيعطيه الابره، اعتماده على نفسه ممكن يقلل موضوع الخوف. صحيح. ويصير يتعود على هذا الموضوع. صحيح كلامه، خصوصا لما اشوف اصدقائه من نفس الجيل من نفس العمر انه عم بيفحص لحاله، عم بياخذ. نعم. انسولين. طب ايش معنى هو عم بيعمل. نعم. هيك انا فبصفي الموضوع بيطلق. نعم. لطاقاته انه. نعم. انا بقدر، انا بقدر اعمل كل شيء، بغير كل شيء. نعم. في الموضوع انه تنافس بيناتهم على شيء ايجابي، على شيء تغيير صحيح. وبالعكس رح تشوفي في المخيم انه في كثير طاقات ومواهب رح تطلع كانت مكتومه ما حدا بيعرف عنها من الاهالي. نعم. لانه خوف الاهالي مسيطر على الوضع. صحيح اكيد. فهلا هون الاهالي شوي بعاد، يعني حتى الاهالي لما كانوا يتواصلوا معنا من الناس اللي سجلوا انه كيف انتم رح تخلوهم يناموا اربع ايام بعد عنه، كيف. نعم. وكيف وكيف. نعم. احنا المره هاي لاول مره نعمل فندق، يعني عاده بنعمل مخيمات تابعه لامانه عمان. نعم. المره هاي عملناه فندق القوات المسلحه الاردنيه. نعم. فحكينا لهم احنا الفندق حولناه لمستشفى. نعم. يعني اطباء تمريض تغذيه كله كامل. هل في نشاطات ايضا اخرى ثقافيه ترفيهيه غير موضوع ما ننسى حضرتك سالتي كيف الطفل راح يعتمد على نفسه. نعم. احنا في عندنا كمان ورشات راح يقدموها اخصائيين نفسيين. نعم. عن طريقه كيفيه تقليل الاسترس.
نعم. أو القلق عند الأطفال وعند أهليهم. نعم. وفي نقطة كتير مهمة لازم أحكيها، أنه الأطفال إحنا بندعمهم ليس فقط هذا الطفل، إحنا بندعم كمان أهله. في عنا لجنة أهالي أطفال السكري. نعم. يعني التثقيف لازم يكون للطفل وللأهل وللمجتمع. صحيح. كيف تعاملوا مع هذول الأطفال. نعم. أستاذ منال، في وفود عربية مشاركة للمرة الثانية بالمخيم. نعم. قد عدد الدول المشاركة؟ لغاية الآن عندنا 4 دول مشاركة، اللي هي الجزائر. نعم. المغرب والكويت وفلسطين. وفي أكيد السنوات وفي أطفال ومشرفين. نعم. نعم. جميل. قد مهم أنه في يصير في تبادل ثقافي خاصة بمرض السكري وثقافي بشكل عام بين. صحيح. الأطفال في الأردن والدول يعني المشاركة. الطفل السكري زي طفل ثاني. نعم. بحب التأقلم نفسيا اجتماعيا، بحب أنه يشوف أطفال من. نعم. عمره أنهم يعني خبرة الطفل أو تفاعله مع أطفال عندهم نفس المرض. نعم. هذا كتير رح يقوي من شخصيته، رح يرفع من السلف استيم أو ثقته بنفسه. نعم. ورح يحس أنه مش بس هو بهاي المشكلة، في أطفال تانيين، هدول الأطفال التانيين كمان يمكن عندهم نفس المعاناة، فمعاناة. نعم. الفرد ساعتها بتخف. فعندهم كلام منال، احنا عم نشارك برا اطفالنا، عم يعني بروحوا مخيمات في الامارات وقطر. جميل. ففي تبادل يعني، حتى نكسب الخبرات وتبادل المعرفه بين بالضبط. الاطفال يعني الناس اللي بتعزمنا بنعزمهم كمان على المخيمات. تبادل. اي نعم. طيب بنحكي عن الاطفال اللي سبق وشاركوا بمخيمات سابقه، هلا احنا عم نحكي عن المخيم القادم رح تبلش او رح يبلش بحتاج، ولكن ما هي النتائج الايجابيه اللي كانت للاطفال اللي طلعوا او شاركوا بالمخيمات السابق؟ خبرينا شوي كيف كانت نفسيتهم، كيف كانت الاثار الايجابيه لهم، شو التطور اللي اضاف لهم هذا المخيم؟ هلا في فقره من ضمن فقرات المخيم هي شباب الواعده، فاحنا بناخذ جيل دائما عمرهم 15 ل16 يكون قياديين معنا في المخيم. نعم. فهلا في منهم اجوا تواصلوا معنا انه بدهم حابين يكونوا منظمين معنا في المخيم. نعم. اريد هلا هم على مقاعد الدراسه في الجامعه. حلو. فحابين يتواصلوا لانهم شاركوا في هذا المخيم وعاشوا جو لما كان عمرهم 12 13 سنه فيه. طبعا احنا بنستعمل خبرات هم وخبرتهم بالمخيمات انهم بيكونوا قياديين بالمخيم. نعم. شاركوا اداريين في اداره المخيم. يعني باخذوا مسؤوليات معينه بالمساعده المشرفين، مساعده الاداره. جميل. طيب غير الانشطه الرياضيه والانشطه الخاصه بالتدريبات اللي هي التغذويه والامور الطبيه، هل في نشاطات اخرى ممكن انه الطفل ترفيهيه؟ خلينا طبعا تعرف الاطفال بيحبوا دائما طبعا احنا في عندنا نشاطات ترفيهيه اللي هي في عندنا السياحيه. نعم. يعني احنا حناخذهم على متحف الاردن. حلو. رح ناخذهم على المدرج الروماني، رح ناخذهم على ممكن تكون على باركس للعب. يعني عندنا اندورز وعندنا اوت دورز اكتيفيتيز. يعني الطفل مش بس بده ياخذ محاضرات وبده يتعلم، كمان بده يطلع يطلع الطاقه هاي اللي عنده بطريقه حلوه وتحت السيطره. نعم. وطريقه برضه تعلميه. ورح يضل على تواصل مع اهله خلال 4 ايام، حطينا يعني وقت معين للتواصل. نعم. مع الاهل حتى ما تصير طيب نحكي عن الجمعيه الاردنيه لمرضى السكري، خلينا نحكي اكثر يمكن عن يعني الأردن بشكل عام بخصوص الأطفال المصابين بمرض السكري، الدعم الموجه لهذا النوع من المرض بخصوص الأطفال، الأيام فيها بنشوف يمكن في بالفترة صار في يوم مجاني أيضا خاص بمرض السكري، وأنا قابلت شخصيا مجموعة من الأطفال. صحيح. يعني أنا تفاجأت في أطفال صغار عم بيعانوا عدد كبير من مرض السكري الدرجة الأولى. خبرينا أكثر عن دور الأردن الطبي، إحنا بنعرف الأردن طبيا يعتبر من أهم الدول العربية. صحيح. بالتطور الطبي، بس خبرينا أكثر عن الموضوع. هلا بالنسبة للإحصائيات المصابين في السكري من النوع الثاني تتجاوز 2 مليون يعني. نعم. مصابين في الأردن و4 ملايين عم مصابوا في السمنة. أوردي. نعم. السمنة هي عامل أساسي بتحول لتايب 2. صحيح. صحيح. بس كدراسة رقمية إنه كم في تايب 1 للأطفال في الأردن لسه ما وصلوا لرقم قياسي، بس. نعم. النسعة عم ترتفع. نعم. لأنه عم نشوف كل المؤسسات الصحية عم تستقبل أطفال وعم تعالج أطفال تايب 1 اللي هم السكري النوع الأول. فاحنا كجمعيه دورنا توعوي وتدريبي. نعم. عم نحاول نوصل لكافه الشرائح في المجتمع. نعم. نخاطبهم جميعا. نعم. سبق ذكرتي انه قبل شهر 5 اطلقنا حمله 10 على 10. نعم صحيح صحيح. اطلقنا. نعم. فيها عشان نفحص لكل، وما زلنا مستمرين في هاي الحمله. نعم. لحتى نكتشف هاي الامراض ونوعي وندرب. نعم. لانه التدريب والتوعيه بطريقه غير فورمال غير التلقين هو اللي بياثر على. صحيح. حياه البني ادم وعلى نمط حياته. استاذي وصال واستاذي منال، انا بدي اتشكركم لاي
المتابعة حابين تعرفوا تفاصيل أكثر من خلال صفحتهم على الفيسبوك، صفحة مخيم الأمل وصفحة الجمعية أكيد الأردنية لمرضى السكري، وبدنا نيابة عنهم اسمحوا لي أشكر كل الداعمين للمخيم وللجمعية بشكل عام، لأنه أكيد اللي بدعموا دائما بهيك أمور مهمة وخيرية وخاصة بالجيل أو جيل المستقبل لهم أكيد كل الشكر والتقدير. إذا من هالفقرة الرائعة والجميلة واللي أنا بتشكركم عليها أكيد لكم لاستضافتنا بالبرنامج. شكرا لكم. وعرفتوا أكثر عن الجمعية وعن المخيم. نعم. وزي شكرا. ما حضرتك تفضلتي إنه باب التسجيل كمان للأطفال اللي بدهم يسجلوا، إحنا فاتحين أبوابنا. شكرا شكرا لكم. التوفيق. إذا راح خلصت الفقرة، ولكن باقي فقراتنا بعدها مكملة معكم مشاهدينا. هلا أكيد مع مشحم راح يكون معكم بالفقرة الثانية، فابقوا معنا، فاصل ونواصل.